من بعد نهاية المباراة ما بين النيجر والجزائر واللي انتهت ب4-0 للجزائر، الإعلام الجزائري والشارع الجزائري ما روجش لشي إشاعة، وكنت كننتظر بفارغ الصبر شنو هي الإشاعة الجديدة، وكنت كننتظر شي حاجة بحال باللي أن الجامعة الملكية المغربية وفوزي القجاع والمغرب والمغاربة أصلحوا العشب والملعب ديال نيامي باش يظهر أحسن من الملعب ديال مصطفى تشاكر بالبليدة، وهذه هي المؤامرة الجديدة.